السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الكثير من الأخبار المتداولة راهم يحكوا فيها على أسماء البلدان والعلامات اللي راح تكون حاضرة في الجزائر من خلال تصنيع واستيراد السيارات، لأنه الدول اللي راح تقبل بالشروط تاع الدولة الجزائرية فيما يخص تصنيع السيارات حتى هي راح يسمحوا لها باش تستورد السيارات إلى الجزائر. حبيت فقط نحكي على المعلومات المتداولة حول البلدان والعلامات. كما راكم تشوفوا قال لك سيارات ألمانية، كورية، إيطالية، يابانية، صينية وفرنسية، هذو كامل راح يدخلوا السوق الجزائرية. إلى راهم يحكوا من الكوتي تاع تصنيع السيارات، أنا نقول لكم مستحيل هذو العلامات كامل يكونوا حاضرين من خلال تصنيع السيارات و في الجزائر. إلا رام يحكيوا على تصنيع واستيراد سيارات هذا أمر جد ممكن. نقول لكم علاش، لأنه من غير المعقول دولة واحدة تصيف فيها جميع المصانع تاع العلامات تاع السيارات. تتخيلوا لما نشوف هذه المصادر معناتها راهم كاينين كامل الدول والعلامات راهم متواجدين، راح يبداو يصنعوا في الجزائر، وهذا امر مستحيل. لانه كيفاش شحال راح يبيع من سياره في الجزائر، شحال راح يصدر من سياره من الجزائر؟ اللهم الى كثرت راح كاين زوج ولا ثلاثه فقط راح يقبلوا بالشروط تاع الدوله الجزائريه باش ياسسوا صناعه حقيقيه في الجزائر. نعطيكم علامه اقرب باش تكون حاضره في السوق الجزائريه من خلال تصنيع واستيراد سيارات، اللي هي علامه رونو الفرنسيه. بنسبه 99% علامه رونو راح تكون حاضره في تصنيع واستيراد سيارات في الجزائر. ممكن كذلك علامة ألمانية راح تكون حاضرة، لأنه راه عندنا علاقات سياسية معاهم مليحة هذو، خاصة رانا شفنا البارح الوفد الوزاري الكبير اللي نزل في الجزائر. كذلك ممكن تكون علامة إيطالية، لكن ماهيش علامة فيات، لأنه علامة فيات راهي داخلة في واحد الجروب ولا مجمع. المجمع هذا ينشط كامل فيه 15 علامة تقريبا، اللي فيه فرنسا، فيه أمريكا، وفيه إيطاليا. فيات مستحيل تقدر تدخل وحدها وتستغني على ال 14 شريك تاعها، لذلك علامة فيات نقول لكم مستبعدة. كاين علامة إيطالية ممكن أخرى راح تكون حاضرة من خلال تصنيع واستيراد السيارات في الجزائر. حبيت كذلك نقدم معلومة بخصوص الموان تروازون، استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات. كثر البلبلة حل الموضوع هذا والأسعار تاع السيارات، وكثروا الخبراء اللي راهم يمدوا في الأسعار. حبيت فقط النوان نعاود ونقولها مرة أخرى، الضرائب على على السيارات الأقل من 1.5 ولا 1500 سنتيمتر مكعب راح تكون 15% يا ناس، وماهيش 30%. هذه نزيد نأكد عليها. وما تنساوش لا تاكس ولا التيفيا اللي راح تنحيها من البلد اللي راح تجيب منه طوموبيل. الى مثلا راح تجيب سياره من فرنسا السعر تاعها 10000 اورو، 10000 اورو نقص لها 19% اللي هي 1900 تقريبا، السياره تبدا تسوى 8000 اورو. هذه ولا واحد ضحك عليها، هذيك 19% راح تنقص كثير في السعر تاعها، وال15 هذيك اللي زايدينها بوريا هذيك ثاني حتنقص في السعر تاعها. وشفنا الوكلاء حتى هما راهم يدعموا في سيارات الموان تروازون. نتمناو فقط من الدوله الجزائريه تراجع اسعار الجمارك والضرائب، لانه من غير المعقول واحد يستورد باسعار البنك تفرض عليه نفس اسعار تاع الاستيراد بالاموال الخاصه. نتمنوا ينتبهوا لهذه النقطه باش ينقصوا لا شارج على السيارات الجديده، وبالتالي تنقص فاتوره الاستيراد والخزينه راح تستفاد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.